الجو الصيفي الحار بسبب الإجهاد وارتفاع درجة حرارة الجسم، الأمر رح يجبره على استخدام جميع إمكانياته لتبريد حرارته والحفاظ على نشاطه وحيويته، وهالشي بيعني بالطبع تناول كمية كبيرة من السوائل يلي بيفقدها بعملية التعرق. دراسة روسية جديدة حددت بعض القواعد لشرب السوائل تحديداً بالجو الحار. الدراسة قالت إنه ما في رقم محدد بالنسبة لكمية الماء اللازم شربه، لأن هالشي بيتوقف على النشاط البدني للشخص ووزنه. فمثلاً بيكفي شرب 40 مللتر لكل كيلوغرام من وزن الجسم. وكمان ما نصحت الدراسة بشرب المياه الغازية أو العصائر المركزة لأنها بتزيد من أعباء الجسم، وحتى القهوة ما سلمت من الموضوع كونها بتساعد على إخراج السوائل وبالتالي زيادة خطر الإصابة بالجفاف. والخطأ الشائع الأكبر هو إنه تكون المشروبات يلي عم تشربها بالصيف باردة جداً أو مثلجة، لأن التفاوت الحاد بين درجة حرارة الجسم والمشروبات الباردة جداً بيصيب الجسم بصدمة، الشيء اللي بيقلل المناعة وبيؤدي لسرعة المرض. والإجهاد الناتج عن تفاوت الحرارة وشرب السوائل المثلجة أو تناول الآيس كريم بيخلي الجسم ضعيف أمام الفيروس التاجي المستجد. وأهم نصيحة هي شرب المياه باستمرار، إن كان بالحفاظ على زجاجة الماء على مكتبك أو إذا ما كنت من محبي الماء العادي جرب نقعه طوال الليل بالتوت الطازج أو النعنع الخيار والليمون.